بداية أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. شرفت بحضرتك. شكرا. أستاذ محمد خلينا في البداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. محمد هادي من هو؟ محمد هادي يعني مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من أكثر تقريبا من 1997 ما شاء الله. عملت كموظف عادي في شركة سجاد. يعني في نفس المجال من أول ما دخلت الإمارات لليوم أنت بنفس المجال. نعم من 1997 وحد 2019 وأنا أشتغل في السجاد. ما شاء الله. طبعا تدرج في التدرج الوظيفي. أكيد في البوزيشن تبعك. نعم إيه. اشتغلت كموظف وبعدين مع الخبرة الحمد لله وصلت لمرحلة إني أنت أسجل يعني. بالضبط. أنت تصنع السجادات أو أنت يكون لك بصمة فيك. نعم. من زمان يعني من قبل ما تشتغل في السجاد وانت عندك هاي الهواية ولا كانت للصدفة انه والله اكون صادق معاك صدفة ايه وعجبتك الصدفة بصراحة ارتحت لها كتير اصبحت اعشقها يعني وبعد 23 سنة من العمل نعم ما تركتها ولكن فضلت مستمر فيها وطورت منها الحمد لله هو كل شيء في العمل مبني على المصداقيه والامانه اكيد ف يعني مصداقيه والثقه بيني وبين اصحاب العمل اللي كنت شغال معاهم وبين الموردين اللي كنت اشتري منهم لاني كنت انا مدير مشتريات للشركه وتطورت لاني وصلت لغايه مدير عام للشركه ما شاء الله ف يعني وصلت بوزيشن عالي وبعدين نعم نعم فكنت ماسك يعني في الشركه كل شيء فبعد كده لما اصبح في يعني تدني في العمل وكده فقط ايه طبعا يعني فقررت ان انا انفصل عن العمل انفصل بفكره هو الفكره اللي انا وصلت لها طال عمرك ان كيف انقل للزبون نفس الفكره اللي موجوده على السجاد اليدوي الى سجاد ماكينه بنفس المواصفات والامكانيات والتصميمات والالوان وباسعار مناسبه باسعار اقل بكثير كثير طبعا كثير الشغل اليدوي بيطول اكثر اكيد اكيد فاكيد المده هاي اكيد لها ثمن يعني تصميم في حد ذاته لما يكون في عندك تصميم على قطعه مترين في ثلاثه بيوصل سعره في السجاد اليدوي الى 100,000 انا بوصلها للزبون الى 2000 او 3000 درهم فقط يعني فرق كبير بس كبير جدا صح وبالنهايه انت ماخذ شيء حلو كواليتي حلوه نعم نعم بس انه الفرق انه يمكن حتى ما بيبين انه هذا يدوي او وبعدين على فكره انا لما اقول انا شغال في السجاد الماكينه انا ما شغال في السجاد الماكينه العادي اللي موجود في السوق الناس بتاخذ فكره خطا فكره خاطئه يعني لما يدخل يقول لك انت عندك سجاد ماكينه اقول له عندي سجاد ماكينه كم سعرها يقول له اقول له سعرها كذا مثلا فبيستغرب اقول له للاسف الشديد انت يعني ما تقارن السجاد اللي موجود عندي بالسجاد اللي موجود في السوق اللي موجود السجاد اللي موجود في 90% من اللي موجود في المحلات في السوق سجاد عادي جدا لا مواصفات ولا ديزاين ولا كواليتي ولا اي شيء انا بقول لك عندي سجاده نسخه طبق الاصل من اليدوي نسخه طبق الاصل من اليدوي بنفس الامكانيات نفس الالوان نفس الديزاين نفس العقد ولكن هذه سجاده ماكينه وهذه سجاده يدويه بتفضل مثلا شيء الطبيعه ناس بتفضل التصاميم الاسلاميه ناس بتفضل انت لا الكل متوفر الكل التصميمات الاسلاميه متوفره في عندي تصميمات لسجاد مثلا مساجد في اصفهان في عندي تصميمات لقبب المساجد في عندي تصميمات مثلا بتكون بتحكي قصص معينه في عندي تصميمات عاديه مثلا بتكون مثلا بتشمل مثلا نقول مثلا كل مدن من مدن إيران مثلا ولتكن قم نايين تبريز أصفهان مشهد كل مدينة لها اسم معين فلها سجاد يخصها ف
فالتصميمات اللي موجوده في كل مدينه تختلف عن التصميمات اللي موجوده في المدن الاخرى. جميل. وبتعملوا حسب الطلب طبعا. يعني ما بعرف احكي شغله بس ما بعرف اذا هي بتصير او لا. يعني مو بنطلب منك مثلا انه شخص كشخص نفسه تعملوا طباعه على السجاد؟ طبعا سمينا صور لبعض الملوك والشخصيات المعروفه والمشهوره، سوينا تفصيل لقصور مثلا، ولتكن مثلا سجاده للشيخ من مشايخ الشارقه كانت تقريبا مساحتها 13 في 38 متر. فبنعمل تصميمات كبيره وتصميمات على حسب الطلب والوان على حسب الطلب بعد. جميل جميل. بالتوفيق ان شاء الله. بدي ارجع برضه عن الشيء اللي بتتميزوا فيه. يعني اليوم انت قلت هل ممكن مثلا الاقي مكان ثاني نفس السجاد مثلا بيعملوا بالماكينه او شو اللي بيفرق يعني اليوم اللي انت بتعمله عن اللي بيعملوا الناس التانية؟ اكون معك صريح، انا بديت عملي في في, في 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 يعني لما انطلقت لهذا المشروع كان هدفي الهولسيل. يعني ان انا عاوز اكون موزع، اكون موزع على السجاد الماكينه في دوله الامارات العربيه المتحده. وبالفعل حصل، حتى الحمد لله وصلت ان انا بعت على البحرين وبعت على السعوديه وبعت على عمان وبعت على مناطق في افريقيا زي نيجيريا وكينيا وغانا. فالحمد لله يعني كل بلد عم بتروح لها او عم بيطلبوا منك، عم يطلبوا مثلا تصاميم معينه حسب ثقافات؟ طبعا طبعا كل بلد لها تصميمات خاصه بيها. مثلا وليكن مثلا السعوديين بيفضلوا لون معين وديزاين خاص بهم، كذلك البحرينيين كذلك العمانيين. لكل بلد لها تراثها ولها اشياء تخصها يعني. جميل جميل. وانا بعت على الموجودين داخل دوله الامارات، بعد الناس تشتري مني جمله موجودين داخل دوله الامارات. فالسجاد اللي بتحصلها حتى داخل، وانا بسوي نقشات خاصه بي وديزاينات وعقد خاصه بي بحيث ان انا انفرد عن يعني السوق. يعني في لك تصاميم خاصه طبعا بغض طبعًا النظر عن اللي بيطلبه الناس. طبعا بالاضافه. اليوم لأي مرحلة فعليا وصلت ثقة الناس فيك؟ شوف، الثقة مبنية على ان الزبون يكون مقتنع بالشيء اللي بيشتريه. كيف تقنع الزبون؟ الزبون يعني اذا حصل الشيء اللي يرغبه باللي يناسب امكانياته بيشتري. صحيح، واخده بالك؟ صح. فهو للأسف الشديد بعض الناس لما يدخل عندك ويقول لك والله غالي، وبعدين انا اقلب له في السجاد ويشوف تصميمات سبحان الله ما شافها من يعني من قبل من قبل في بعض المحلات بيقتنع وبيشتري. صحيح. وعم تحكي انت ما عم تحكي عن اسعار غاليه؟ لا لا لا، ما اسعار بالنسبه للتصاميم اللي موجوده فعليا واللي احنا حاليا عم نشوفهم، يعني تصاميم فعلا فريده في نوعها. انا قد ما شفت عن جد شايف اليوم تصاميم شوي مختلفة. شوي حتى الألوان تبعها كتير عم تجذب النظر. يعني بنتمنى لك إن شاء الله التوفيق ومزيد من النجاح. وأنا أكيد ما حتوقف لهون. أكيد. خلينا نحكي شوي عن خططك المستقبلية. والله الخطط المستقبلية مبنية على يعني إن يكون لك اسم في السوق. إن شاء الله. هذا أهم شيء. ناوي اليوم تكون موجود في كل إمارة؟ ناوي مش شرط تكوني موجودة في كل إمارة. يعني اهم شيء انك تكون موجوده باسمك في كل اماره. في كل اماره ان شاء الله وفي العالم. الحمد لله عندي زباين من ابو ظبي، عندي زباين من العين، عندي زباين من عمان، عندي زباين من الفجيره، من راس الخيمه، وكمان شغال معاهم كورير ما بالصور شغال. اذا اقتنع بالصوره يعني خلال فتره شهر رمضان ارسلت الناس كثير عن طريق الصور واشتروا. ولما بعتها طبعا انه انتم بتكفلوا. طبعا كل شيء موجود هنا. يعني احنا عندنا خدمات موجوده، تفصيل المقاسات الكبيره. واخد بالك؟ والعرض في المنزل. والعرض في المنزل اذا الزبون مثلا قال لي جيب لي ثلاث اربع قطع دول شافهم او شافهم عن طريق الانستغرام او شافهم عن طريق الواتساب او عن طريق اي برنامج من برامج السوشيال ميديا وقال لي والله انا بدي هذه وهذه وهذه، بجيبهم للبيت وبنفتحهم له يقتنع بيشتري. حلو. عم بشوف برضه التنظيف خلال اول ست اشهر مجاني. نعم. يعني احنا هذه خدمه نقدمها طبعا ما بيقدمها اي حد. ان احنا بنكسب ثقه الزبون، هذه من ضمن الاشياء اللي احنا بنقدمها للزبائن. ان لما تقول للزبون اول ست شهور بعد ما بدنا نكتب ضمان، ولكن الضمان مفتوح، انا بكتب له انه الضمان مفتوح. اليوم الامارات قد ايه قدرت تساعدك لتكون انت اليوم بهالمكان؟ الامارات لها كل الشكر والتقدير. انا بصراحه يعني بعتبرها بلد الثاني، واتمنى ان اعيش فيها باقي عمري، لان بصراحه ما وجدت فيها الا كل خير، من معامله، من اسلوب، من حياه امنه مطمئنه، من استقرار، من استقرار.
من معيشة متوفر فيها كل الملتزمات الحياة اللي ممكن تتوفر كيف للإنسان إنك في اليوم كل قادر شيء. تحقق ذاتك وقادر تحقق طبعا الشيء أكيد اللي بتحلم أكيد فيه؟ أكيد أكيد. وبعدين العدل السائد بين الشعب أو بين الموجودين داخل الإمارات العربية المتحدة هو اللي بيخليك تحبيها، يعني لأن قادتها ما بيفرقوا بين مواطن ومقيم. ان شاء الله تضل هالبلد بخير ان شاء الله. واكيد دائما لما بنحكي عن الامارات يعني احنا بنحكي عن قاده، عن حكام قدروا يوصلوا البلد لهالمكان أكيد وقدروا أكيد يخلوا منها أكيد. ويصنعوا منها نعم مكانه عن جد اثبتت حالها ما بين كثير دول نعم من العالم. نعم نعم لهيك دائما بنحب نتوجه لهم برساله شكر عبر شاشتنا الصغيره. شكرا. والله إحنا نشكر قادة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم طبعا سمو الشيخ خليفة بن زايد، الله يطول في عمره، الله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية، وطبعا الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ محمد بن راشد. بصراحة يعني هدول الشيخ وسمو الشيخ محمد بن زايد طبعا هدول يعني يعتبر يعني مثال للأمة العربية والإسلامية، قدموا للأمة العربية والإسلامية يعني مثال يعتز به، يحتذى به. فنتمنى لهم كل التوفيق والسداد ويطول بأعمارهم، وإن شاء الله يعني هم قدوة لنا وقدوة لكل شاب وكل واحد عنده طموح إنه يعني يبدأ بحياته. أكيد أكيد. صحيح. لا أخفي عليك يعني أنا بصراحة اعتمدت على نفسي اعتماد كبير جدا لحد ما وصلت اللي وصلت لي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، أكيد. ثم لدولة الإمارات العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة بصراحة، اللي هي الدولة اللي ساعدتني مش أشخاص.